بيراميد ولاية الجزائر العاصمة لي سيونتيفيك ولي ماتيلا. على بالي بلي عندكم مشكل كبير في المنهجية مع مادة العلوم الطبيعية، تفهموا الدرس راح تلقاو صعوبة كبيرة في حل تمام. المراجعة النهائية هذا العام راح تكون أقوى دورة مراجعة، راح نركزوا فيها على هذا المشكل بالذات. النحو بإذن الله عقدة المنهجية. نلتقي بمسرح الجزائر الوسطى يوم الاثنين 5 جوان صباحا في 4 ساعات كاملة، نعطيك المنهجية السليمة، طريقة التفكير العلمي الصحيح للتعامل مع موضوع البكالوريا. هكا باش تولي بأقل قدر من المعلومات وبأقل جهد تحصل على علامة ممتازة. شوفوا كذلك مجموعة من المواضيع المقترحة، بكالوريات أجنبية ما تلاقيناش بها من قبل، راجعوا بها أهم الوحدات كما الإنزيمات، مناعة والاتصال العصبي. هكا باش تكون الأمور تطبيقية ما تبقاش نظري. وزيد قبل ما تروحوا للدار نعطيكم مجموعة من النصائح كيفاش تحكموا في الموضوع يوم الاختبار، يعني كيفاش تخير الموضوع، كيفاش تسير الوقت تاعك، وكيفاش تتجنب الاخطاء الكارثيه اللي تقدر تنقص من التركيز تاعك ودير لك ارتباك كبير. على بالكم بلي العامل النفسي يلعب دور كبير في البكالوريا. هكا ان شاء الله باش تفرحونا تجيبوا علامات ممتازه. واي واحد يسجل في هذه الدورات الحضوريه حيستفاد من دوره مراجعه نهائيه اونلاين مجانا تبقى معك الى نهايه السنه. نخليكم ارقام المدرسه، تواصلوا معهم وخذوا التذاكر تاعكم لان الاماكن جد محدوده.